لمبات بس غير. شلون غير؟ خلكم معي. شركة أبيتشر من الشركات الرائدة في مجال الإضاءات، واليوم عندي إضاءة من شركة أبيتشر اللي هي البي 7 سي، عبارة عن لمبة. الحين بطلها مع بعض. مثل ما نشوف تي الإضاءة بهذا الشكل. أيضا معاها مع العلبة غطاء. مثل ما شايفين هي عبارة عن لمبة تشابه بشكل كبير اللمبات اللي موجودة في بيوتنا، ولكن تختلف في مواصفاتها. تم صنع هذه اللمبة لصناعة الفيديو بسبب المواصفات اللي تميزها عن اللمبات الاحتيادية. أول صفة بهذه اللمبة إن هي تنشحن. الشغلة الثانية إن هي فيها نظام الـ RGB Lighting، إن هي تعطيني ألوان الحرارة من 2000 كلفن إلى 10000 كلفن. هذا يعتبر ألترا وايد في درجات الحرارة، يعني من أكبر رينجات درجات الحرارة، بالإضافة إلى الألوان المتفرقة الأخرى. إذا كنت أنا بأي لون أبي أستخدم في هذه الإضاءة أقدر أستخدمها. هذه الشغلات تسهل علي تصوير المشاهد، خاصة إذا كنت أبي أسوي ماتش حق أي ألوان موجودة في اللوكيشن اللي أنا فيه، سواء كنت أبي الإضاءة تكون حارة أو باردة، أو أبي ألوان معينة في اللوكيشن اللي أبي أصوره، تساعدني بهذا الشيء. أيضا من خلال التطبيق تقدرون تخلونها تتطابق مع أي إضاءة تكون ببالك. صفة إضافية تميز هذه الإضاءة اللي ممكن يعانون منها مصورين الفيديو، خاصة إذا غيروا في إعدادات الشتر، الفليكر. هذه الإضاءة لما تستخدمونها ما راح يصير شيء اسمه الفليكر، اللي هو الترميش اللي يكون أحيانا في تصوير الفيديو. غير تباين درجات الحرارة في الإضاءة، أيضا يوجد فيها functions تقدرون تستخدمونها لإضافة أي طابع أنتم تحتاجونه في التصوير. كمثال تقدرون تخلونها تعطيكم طابع النار، أو مثلا تقدرون تخلونها تعطيكم طابع أنه مثلا في سيارة دورية، أو مثلا في ألارم شغال فهي تعطيكم طابع هذا. هذه الأنظمة اللي عادة تكون موجودة في إضاءات الـ RGB بشكل عام. فبالنهاية هذه الإضاءة تتميز عن إضاءة اللي موجودة بالبيت إن فيها functions الـ RGB كاملة بكل الأنماط اللي تحتاجونها، سواء في درجات حرارة اللون أو في الألوان أو في functions. وأيضا أنها تنشحن وتقدرون تستخدمونها تقريبا ما بين 70 دقيقة إلى 20 ساعة على حسب إعداداتكم اللي قاعد تستخدمونها مع هالإضاءة. وأيضا موضوع الفليكر اللي وايد مرات ممكن يزعجنا أثناء التصوير، فإحنا نضمن أنه ما راح يكون عندنا فليكر. تي الإضاءة هذه أحيانا في باكج 9 إضاءات مع بعض، تأخذونها معاكم لوكيشن التصوير، تبدلون كل اللمبات اللي موجودة في لوكيشن التصوير، تحطون اللمبات اللي تناسبكم أو حسب استخدامكم، تحتاجون واحدة أو ثنتين تشترونهم بشكل فردي. فهذه الإضاءة أحد الأوبشنز للإضاءات اللي موجودة في السوق اللي تساعدكم لصناعة محتوى أو أفلام بشكل أفضل. هذا الفيديو مقدم لكم برعاية شركة AAB. كان معاكم أخوكم سالم فهد، يعطيكم العافية.